وكان من آخر جرائمهم ومخازيهم وقبائحهم الجريمة النكراء والفعلة الخسيسة الشنعاء محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، بعد أن انبعث أشقاهم وأظهر رغبته في العودة والتوبة غدراً وكذباً وخيانة، ولكن الله سلم، ولكن الله سلم، فقتل الغادر بسلاحه واحترق بناره وتردى ومن وراءه خاسئين خائبين. وستظل المملكة العربية السعودية بحول الله وقوته ثم بعزيمة رجالها وصدق ولاتها ونصح علمائها وإخلاص أهلها عزيزة بعز الإسلام، مميعة محفوظة مصونة بحفظ الدين، خادمة للحرمين الشريفين وراعية للمسجدين العظيمين، بلد إسلام وسلام وخير ووفاء وعطاء وعدل ورحمة ونماء. وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا ربي لا ترغم سواها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الشريعة، وركن مشيد من أركانها المنيعة، رفع لوائه وإعلاء بنائه وإعزاز أهله واجب معظم وفرض محتم. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن ظهور المعاصي والمنكرات وفشوها هو الداء العضال والوباء القتال وسبب حلول العقوبات والنقمات. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. أخرجه أحمد. وقال عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى لله عليه، يرى أمرا لله فيه عليه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول الله: فإياي كنت أحق أن تخشى. أخرجه ابن ماجة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعد، فإنه لم يظهر المنكر في قوم قط ثم لم ينههم أهل الصلاح بينهم إلا أصابهم الله بعذاب من عنده أو بأيدي من يشاء من عباده، ولا يزال الناس معصومين من العقوبات والنقمات ما قمع أهل الباطل واستخفي فيهم بالمحارم. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قيل كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء: إمام عادل لا يظلم، وعالم على سبيل الهدى، ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرضون على طلب العلم والقرآن، ونساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلا ينجو من البلاء إلا الناهون المصلحون، وخسر هنالك الخرس المداهنون، الساكتون الملاينون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، احذروا المعاقب التي توجب في الشقاء الخلود وتستدعي شوه الوجوه ونضج الجلود، واعلموا أن الدنيا سم الأفاعي وأهلها ما بين منعي وناعي، دجنة ينسخها الصباح وصفقة يتعاقبها الخسار أو الرباح، ما هي إلا بقاء سفر في قفر أو إعراس في ليلة نفر، كأنكم بها مطرحة تعبر فيها المواشي وتنبو العيون عن خبرها المتلاشي، فلا تغتروا فيها بقوة أو فتوة، فما الصحة إلا مركب الألم، وما الفتوة إلا مطية الهرم، وما بعد المقيل إلا الرحيل إلى منزل كريم أو منزل وبيل. فادلفوا إلى باب التوبة والإنابة، واقطعوا حبائل التسويف، وامحوا سوابق العصيان بلواحق الإحسان، وحافظوا على الصلوات الخمس المفروضة حيث ينادى بهن، ولا تتخلفوا عن الجماعة إلا عن عذر، فإن من الخيبة والشقاء أن يسمع الرجل النداء فيتخلف في بيته ولا يجيب. يقول
يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أخرجه مسلم. وأدوا زكاة أموالكم، وانفحوا بالعطاء، وانضحوا بالبر والجود، وأعينوا الضعيف، وأغيثوا اللهيف، وارحموا الأرملة والمسكين واليتيم والفقير، وبادروا بالحج ما استطعتم، وصلوا من قطعكم، واعطوا من حرمكم، واعفوا عن من ظلمكم، فليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تمنعوا العمال والخدم والسائقين حقوقهم ورواتبهم. لا تمنعوا العمال والخدم والسائقين حقوقهم ورواتبهم. لا تمنعوا العمال والخدم والسائقين حقوقهم ورواتبهم، ولا تظلموهم، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، وأعينوهم، وعلموهم ما يحتاجون من أمور العقيدة والدين، ولا تتعاملوا بصفقات الربا الخاسرة وزياداته الظالمة ومضاعفاته الفاحشة، واحذروا جحد الحقوق والتلاعب بأثمان السلع والغش والنجش والتطفيف في المكاييل والموازين، واحذروا أموال اليتامى والأوقاف والوصايا أن تأكلوها ظلما وعدوانا، وأحسنوا إلى نسائكم، أحسنوا إلى نسائكم وزوجاتكم، أحسنوا إلى نسائكم وزوجاتكم وبناتكم، وقوموا على أولادكم بالتربية والتأديب والتوجيه والتهذيب والنفقة الشرعية اللازمة، وعاملوهم باللطف والعطف والمحبة والشفقة والرحمة، وطهروا بيوتكم من المحرمات وآلات اللهو والطرب والشيشة والخمور والمخدرات والمجلات المحرمة والقنوات الخبيثة، وصونوا ألسنتكم عن الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والطعن والقذف والزور والبهتان، واحفظوا فروجكم عن الزنا واللواط وسائر الفواحش والآثام، وطهروا قلوبكم من الغل والحقد والحسد والكراهية والبغضاء، وإياكم ومجالس الفسوق والفجور، واحذروا الخصومات والمشاحنات، واقبلوا المعذرة وأقيلوا العثرة، ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. واعلموا أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. أيها المسلمون، هذا يوم التسامح والتصافح، هذا يوم التسامح والتصافح والتلاحم والتراحم، فتصافحوا يذهب الغل، وتسامحوا تذهب الشحناء، تآلفوا ولا تنافروا، تقاربوا ولا تباعدوا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.